بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم ومنا جميعا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. رمضان وأصحاب الأعذار، قدر الله عز وجل ألا يكلف الإنسان أكثر من طاقته. قال في أي القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقرآن أيضا قال في سورة البقرة في الآية 185: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن تلك إرادة الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتأكد هذا المعنى في سورة النساء في الآية 28، يقول ربنا عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وتأكد أيضا هذا المعنى في سورة الحج في الآية الأخيرة، الآية 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. إذا سلب الله ما وهب، الصحة هبة الله، فإذا سلبها الله عز وجل من عبده من عباده فإنه يرفع عنه الحرج. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أصحاب الأعذار رغم أنهم يسمعوا الآيات والأحاديث اللي تخفف عليهم وترفع عليهم الحرج، ولكن في نفوسهم ألم، في قلوبهم ألم. يقول لك أنا فاطر والناس صايمين، ولكن يقول لك أنا صمت سنوات طويلة عديدة، 20، 30، 40، 50 سنة، ولكن هذه السنة نفطر لأنني صاحب عذر، لأنني مريض ما نقدرش، أو واحد كبير السن، أو كل هؤلاء، أو المرأة الحامل، أو المرأة المرضع، أو يعني أصحاب الأعذار بشكل عام. فربما يتألم يعني في أعماقه ويشعر بذلك الألم، اللي وكأنه ولا يتمتع بشهر رمضان المعظم. نقول لهؤلاء: لا حرج عليكم، ربنا عز وجل وهو أرحم الراحمين. إذا كان الإنسان بصحته ما عندوش عذر يصوم، يطبق النص الشرعي، ولكن نهار اللي يكون عنده عذر فلا حرج عليه، فالحرج مرفوع كما يقرر السادة الفقهاء استنباطا من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. نقول يلي عنده عذر وبعدين إما يقضي بعد رمضان، إذا كان واحد مرض مثلا، مرض يرجى برؤه، ولا بالنسبة للمرأة مثلا الحامل بعد وضعها للحمل وبعد إتمامها للرضاعة وبعدين تقضي أيامها، فالله يبارك، هذا هو الحل الشرعي. ولكن لمن لا يرجى برؤه مثلا، ولا الشيخ الكبير ولا أصحاب الأعذار اللي ما يقدروش يقضي تلك الأيام فعدة من أيام أخر، هؤلاء يطعمون مسكينا عن كل يوم. يعني الفدية، الإنسان كي يتصدق على نهار اللي كلاه ويفديه بالفدية فينال الأجر الذي يناله الصائم. إذن فلا مجال للحرج ولا مبرر للألم. وقال إنسان يأكل أعذار ذي شرع ربي سبحانه عز وجل، ربي دي فرضا فلان رمضان، وقال يزمرن ونون زميرارا ما ضموضين ما ضمغرم قرآن ما ذو قد يسأل مثلا لهليك يقين سكر سلنسولين وكذا ما ثمتوثي لنستاذيس ما ثمتوثي السلطوظ، يعني وقد يسأل لاذر وقد يسأل ربي سبحانه ويسمح سلماذ وقد يزمرن ثغرما أثقظون. الله يبارك، ما ذو نون زميرارا نغذ لاف ذم قرآن ما ضمغرم ما ثمغرثنا
سان سبت الله غالب أثيد فذون من مي صدقا في الله سفذن دا قورن سن رمضان أين كني يفطرا ربي سبحانه سن يقبل أما ذني ثني أم ثني أم قاذي وزامن خطر تقول ونسن أدي قريون الجرح يقاري مانيس مدنك وزامن كورو زامغارا نغاش حال وزام غادي الدنيا وثنا سكواسا فطرا ولكن لقد يحصو في ندم بلي وين غادي خلقا ذا الرحمن ذا الرحيم السخفي في لنا وين يسعن العذر هذي فذو والسانيس هذي فذو رمضانيس من سامين يوزامن وري حدزن وري تسرى وري سدي الطرف ربي سبحانه هذي قبل نسأل الله أن يتقبل صيام الصائمين وأن يتقبل فدية أصحاب الأعذار آمين آمين والحمد لله رب العالمين.